بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة، آدي أدبان إذن سلام يا ميل والبوجوكتان دوني ذات على ذات ولا ليال أن خيرك إيواناك إن أسودر دار مينو كزولي مينو بإذن الله تبارك وتعالى أن وحسو شيء جدا يسبرارو جنتو وحيدين تينو نفرتي قفل با ميشو جوغو كالنتي سواء إنو كاقاتو دينت إسلام كفافين تيدا يددكو حو شيء جدا إنتو إلهي كوباري سياسي دينت نوسو قارتي سياسي دينت النبي محمد صلى الله عليه وسلم أوغرد حلني دردارا كاسونا النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن السيي وأجري بلغوا عني ولو آية إنت كذب ولا ليال وحين وصوغ اللي طبنكي قدن بيي بشي barakeysneed tobankii aan oran karno waa dhuuxa bisha tobankani nabi sallallahu alayhi wa sallam ahadiisa sahihdihi waxaa laga wariyaa kana yajtahidu fi al-ashr al-awaakhir ma la yajtahidu fi ghayriha nabi sallallahu alayhi wa sallam wuxuu juhdi iyo dadaal uu ku bixin jiray cibaadada iyo daacada iyo khayrka bisha ramadaan طبعاً كدم ب دلال أوسن كبحينين قيابها كلا أبشا سرت كوجرتنا وحوي طبعاً كني وح كوجرا روحي بشا تمرت اللف با كوجرتا ولفتي الذهب كهذا يا كوجرت طبعاً كدم ب أو ليلة القدر ليلة القدر جاي النبي صلى الله عليه وسلم مركد الدئ جري ويتحرى ليلة القدر وحديثك الألفاظ كتب ذو حكمته وحور رادين جري وقوقوبي جري هبينك ليلة القدر أصيب الدادة إيها ليلة الدادة صلوات ربي وسلام عليه. صلوا على النبي المصطفى، صلوا أيها الأحبة في الله. نبي صلى الله عليه وسلم سلقي سيد رجائي مقام سرى أيها الوقارة وعباده، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، طبعاً كان الدنب ليلة القدر أي كجرة نبي صلى الله عليه وسلم مركب حب بحين جري الدذال إرادة أو أوسم بحينين هبين ذا كلا طبعاً كلا باتن كلا نبي صلى الله عليه وسلم مركب أعماش أو قبين جري طبعاً كان الدنب محيط هاي مركب سئن أود ذالنا أو أن أقبلنا أعماش ويبذن تاعي لكن نبي صلى الله عليه وسلم سمين جري عمل أو هبين كاسي إنه سنكتجن أوصن دافين سبب ياي أه إنو بعبادة أقوه قريها كبحو مسجد كا لحقيقت مسليه سسلوات ربه وسلامه عليه واعتكاف جري اعتكافك وحاوي إن مسجد كا كتعلق دو عبادة إيا الضاعة إيا قرآن أخرين إيا خيرك كمشغل المسجد كا وحانا ضرورة إيا الدن إيا حاجة ما سأنا هنا أضع صوبح المسجد كا نفس العدد واعتكاف يجري قفك أقوده وصنو آد وقيمة بضن إنه طبعا كان يدن بين مسجدك أقوه ومسجد كان داد حفر لذو جماعة دي نكردها في ميسو قيام الليل كي نكردها في مايو إذن طبعا كي يدن بي ونبدي عبادة يضاعات كجرتها ليلة القدر واد أصيبتي هنداد تهيدة دادك إلهي سبحانه وتعالى وحكا أقبل يي داد أحبل لك أقبلين باي جرتها بينك صدنك رمضان كان هدا سجد حتى أنا أحبل لك أقبلين ودعادة اللي أقبلين حاكميده وحاكميده قفك وللكي كلا عقدد هي وركو تالو اي كرح حيسو او اين انحليني واين عمل قوضو ولا سعليني الى اي حلك قاريا وحاكميده قفك حاران تعنو دعادي سلما اقبلو قفك حاران تعنو دعادي سلما اقبلو ما انتو ننقعمها كورهن دو اتاق ايو او دعيسين ايو لقاما اقبل ايو هندات حاران عنتو عبتو حرطو وحارانتو أهد قوضتو وحاود دليل حديث كي أهد وضع قرانا إساني 40 كان نبي صلى الله عليه وسلم صلوا على الحبيب نبي صلى الله عليه وسلم وصليك سبدي أحبتي في الله نبي صلى الله عليه وسلم وحيري نن أشعثاء أغبراء نن بوريسا أو بساسا أو بورك السفر كأكم وغضو مسافرة ووحيالها قفك الدعاء ذا كيني إن لقى أقبله
يمد يديه إلى السماء قعمه سن حاجة سر وتاجيو وحيالها الدعاء اللي هو أقبل كميتها هاي وايو مس كان يتضرع تسين تين الله سبحانه وتعالى أو تضرع يسو أرانا يا ربي يا ربي ربي يا ربي يا أرانا يا مجاعي ذا إلهي أو لجبر ينا وحيالها الدعاء اللي هو أقبل أي كميتها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الله أكبر إله سبحانه وتعالى مرعي ونسم بليه كبريا بمعنى من أسباب استجابة الدعوة كمتاي إن الدعاء لقى أقبله أي سبب نقول نسم مرعي إله سبحانه وتعالى وأتكو دعي ستد ودي له أوت وصشت مع ذلك إنك أنت صدنا صمينا ينسى عليه وسلم حوي له دي فأنا يستجاب له سدا وحلاقة أقبل يا قفكاس أو ما حي نبي الله صلى الله عليه وسلم وبوريسني هاي وبساسني هاي ودواتيسني ومسافر وإلهي كريج سوبريا قعمكروت يا ربي يا ربي بوليه هاي مقعد بو إلهي كبريا قعمي سكر وتاجي يا نبي صلى الله عليه وسلم حوي له دي مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغضي بالحرام فأنا يستجاب له نسأل عليه وسلم الله أكبر وحولي عنتذي سوى حاران حول مساكين ودعي أما حول حق دمك حق أسليك صقلين أي عنيا أما الروايك صقلين أما ودعي أما وحاوي قفك لأ ومسلمه ظلمي مطعمه حرام عنتذي سوى حاران ومشربه حرام عبدي سنة وحرام وملبسه حرام نركب كل بسيهين وحرام وغضي بالحرام حرام ولقسوء قريب ينسى عليه وسلم فأنا يستجاب لها مركز سيدة وكواح لوغا أقبلها أبو ينسى عليه وسلم حبلغ ما أقبلين إذن معنى هذا ما هنعنتظى هذا عبيد دا وحرني حرام نقضان حرام تو هنديكو صوق شو حولها قرنا يأفي نيسا حرام تو حولها كا أفي نيسا حرام تو يكو صوق لين قفه ومسلم كيه الدنيا دا وحق قابن بالنولانا يا فأجملوا في الطلب وحديثنا بحسن عليه وسلم وروح قف نفو الب وحي إلهي أقرأ أي يقودنا يس رزق إلهي كوقرنا كلنا في ماية وضد أدر رزق جاي حولها كل رادين يسواناجي وحلال كلك كان حلاش كل رادين وهلي هذا كان حرام هذا كل رادين حرام بكسو جلي لكن لابد إنه حاك كل ديرتين يسقو حوله حلال وعذاب يعقاب أنا كدم بينين أيها لي هذا قنا مد عذاب يعقاب أي كدم بيس أدوينا وحبل جا أقبلين أي جعنت هذا صوت جلي إذا وحي إلهي كوقرأ وكسو جلي جاي وضد أذكر هذه نسهاجي أحبتي في الله موضوعنا نوصل نقلنا أن هبينك ليلة القدر أن طبعا كان الدم بكجرة نبي صلى الله عليه وسلم مرك وو اعتكاف جري وأرادين جري إذا قف كمسلم كيه وحصلناه إنه اعتكافه طبعا كان الدم ب أو مسجد كأوجع أو ضاعي عبادة أوجع وحان كوارين يا مرك قف كمسلم كيه مسجد كاعتكافه إنه تلفون كإسك صدافه تلفونك إسكا صداف أما ميت توش لا أو وعيتانك أمكلي أهدانيها قريقة إيريرها يعروبتا أتكوى الرئيساتو سوق هذا لكن مسجد كان سوقليا وحان لسوقليا سوشل ميديا هي وحان لسوقليا متى قناة واتسابكي يا فيسبوكي يا كان هدي اعتكافكو معنيه يسيبا ياتكا قاضي اعتكافكو معنيه سوحاوي عبادة دا إنا تكون مشغوشو قرآن أخرينتي يا صلاة دي يا سجود دي يا ركوع دي أحبتي في الله اعتكاف واصلنا مركب مد حكته ليلة القدر طبعا كان الدم بكجره النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنه شيغي وحكسي جرا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ترضى إصدافك كو يلباتا سدح يلباتا شن يلباتا تضبئ يلباتا تضبئ يلباتا سقال يلباتا هذه نداسي أصيد دايما لآن لكن قفك رجئه قفك دذالك بدن رجئ دمر با وقفك الطبن كانوا لنبا كوابين قليه أحبتي في الله هبينك ليلة القدر وهبين بركيسا وهبينك قرآنك وأولا جملة لسودجي كما يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه حيث هذا القرآن كجملة واحدة أي لغسو دجي من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا هبينك ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة مباركة أحبتي في الله هبينك سوى هبينك كخير بضنا ألف شهر سديتا إيا أفر صنع يزياد كخير بضنا بالليل دينتا إنا المتقى أنا عمقي أن أفهم أن أسخضينه
dadka qarqooda waxay u malaynayaan inay la mid tahay ka khayr badan baa la yidhi intay ka khayr badan tahay allahu aclam ilaah subxaanahu wa tacaala inuu irsaaqo cumrigaaga marka inaad ka faa'iidaysato oo habeenka uusan ku seegin qofka caaqilka ihi kula alcaaqil qofka garaadka iyo garashada lihi waa qofka fursadaha noocaas oo kale aysan dhaafin axibati fillah leylatu lqadriga sideen uga faa'iidaysan karnaa iyo maxaan uga faa'iidaysan karnaa waa su'aal jawaabteedu waxaa weeye caaisha radia allahu canha nabiga weydiisay sal allahu alayhi wasalam nabi allow haddaan ogaado calaamadihii aad noo sheegtay habeen nabadgelyo ah oo deggan oo buuq iyo mushkilo aysan jirin tixtix roob iyo mataqaanaa ay da'ayaan calaamadihii si guud la sheegay haddana witrigana ay tahay oo maalmihii isdhaafkaha ay tahay oo labaatan iyo kow labaatan iyo saddex labaatan iyo eneyay shan labaatan iyo toddoba labaatan iyo sagaal ay tahay oo calaamadihii aan helo maxaan odhanayaa nabi sal alayh wasalam wuxuu ku yidhi waxaad tidhaahdaa allahuma innaka cafuwun tuxibu lcafwa facfu canii ducadaasi si guud inaad ku ducaysato badi khaas ahaan tobankani dambe ee leylatulqadriga ay ku dhex jirtaay inaad ku ducaysato badi waa kowa marka meeshan waxaan ka fahanay inay ducada ay tahay waxyaalaha looga faa'iidaysanayo ay lambarkow ka tahay adducaa 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 allabari subxaanahu wa tacaala war ducadu dadku inay mogyihiin baad u malaynaysaa inay tahay waxa ugu qaymo badan cibaado ilaahay la caabudo waxa ugu qaymo badan oo mararka qaarkood nabiga uu kasoo qaaday waaba maskaxda cibaadada waa allabariga war ma ogtahay ilaahay haddaad barido oo aad ducaysato duca walboo ducaysato inay saddex un mid noqon haddaad tahay dadkii ducada laga aqbalaya weeye kow in shar kugu soo socda lagaaga xijaabo in wixii aad weydiisato islamarkiiba lagaa ajiibo islamarkiiba dantaadii aad gaarto in aakhara lagugu dibdhigo oo maalinta aad xasana iyo khayr ugu baahay badan tahay lagugu abaalmariyo war saddexdaastuba saddexdaa arrimoodba keeneebaa u baahnayn wallaahi saddexduu waan u baahannahay midba mid ka dara idan ducada ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka badiyo oo mar walba ilaahay subxaanahu wa tacaala kaalmo weydiista oo ilaahay u tadaruca waa qofka liibaane ee caaqilka ahee garaadka leh ee shareecada islaamkana si fiican mataqaana cumqi leh u fahmay weeye adducaa huwa alcibaada adducaa mukhu lcibaada waqaala rabbukum udcuunii astajib lakum waidaa sa'alaka cibaadii canii fainii qariib iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin ilaahi subxaanahu wa tacaala marka leylatulqadriga kuwii uga faa'iidaystay naga dhigo duco fara badan ducayso war ilaahay subxaanahu wa tacaala waa gani waa kariim deeqsi ilaahi subxaanahu wa tacaala waa boqor waa hodan wax weydiisigaada hadduu ku siiyo waxba uma dhimayo mulkigiisa waxba kama dhimayo xadiis waxaa ku yimid dadka adduunka ku nool kuwoodii u horreeyey iyo kuwoodii u dambeeyey insigoodii iyo jinnigoodii hadday intay meel istaagaan ku walba ilahay wax u weydiisto oo mid walba wuxuu ilahay weydiistay la siiyo maa naqasa daalika min mulkii shay-an buu yidhah ilaahay boqortinimadayda iyo mulkigayga iyo hodantinimadayda ka nusqaamin mayso waxbo ilaa bal tusaale ahaan kamaa yanqusu lmikyadu war wax miyay ka nusqaamaysaa cirbad kamaa yanqusu lmikyadu idaa udkila albaxar cirbad hadii intii bad weyn la dhex geliyo laga soo bixiyo war wax miyay ka nusqaamaynaysaa cirbadda baddu sidaasoo kale ilaahi subxaanahu wa tacaala insigeenna iyo jinnigeenna iyo awalkeenna iyo aakhirkeenna haddii qof walba wuxuu doonayo rabbi u weydiisto oo u wada siiyo waxba ka nusqaanmaynayso idan ducada badi marka ducada badi ilaahi subxaanahu wa tacaala marka la baryo waa uu ku jeclaadaa bini aadamkana baryadu waa kugu nacaan laa ilaaha ila allah muxamedun rasuulah sal alayh wasalam axibati fillah marka habeenka leylatulqadriga waxyaalahan uga faa'iidaysanayna ee muhimki ihi waa adducaa labo qiyaam waayo waxaa soo arooray man qaama leylata alqadri qofka istaago oo salaad iyo daaca iyo qiyaamuleyl u istaago habeenka leylatulqadriga gufira lahu maa taqadama min dambi dembigiisi kii hore iyo mataqaana oo soo dhaafay mataqaana wixii kasoo dhacay min yaraantiisa ilaahay hadda inta uu jiro cumrigiisa ilahi subxana wa tacala waa dhaafay gufira lahu maa taqadama min dambi axibati fillah waxyaalaha muhimka ihi
in looga faa'iideysto habeenka laylatul qadriga loo baahan yahay waxaa ka mid ihii dadka qaarkood ayaa habeenka laylatul qadriga un in salaada taraawixda iyo tahajudka la soo tukado u malaynayaan in laylatul qadriga lagu doon doono war laylatul qadriga waxaa lagu doon doonaa camal walba oo saalixa looga faa'iideysta idcaamu lmasaakiin ayaa ka mid ihi waxyaalaha laylatul qadriga looga faa'iideysto in habeenkaasi aada quudisay masaakiin waxaa ka mid ihi waxyaalaha habeenka laylatul qadriga looga faa'iideysto kiswatu laytaami walmasaakiin walaraamil inaad aratirto weliba khaasatan ciidii agoommihii way soo fiirinayaan caruurtii aabbayaasha lahaa markii aabbayaashooda labis loo soo gaday kuwii agoommaha ahaa waxaa laga yaabaa inay qalbi jab dareemaan oo aabba wax kuu gado suuqa ku kaxeemi uusan joogin uu niyadda ka yidhaahdo haddaad madaxa u salaaxdood suuqa geysood u soo labiso dharkiisa ciid ahaa aad u soo gado bushraaka akhi bushraaka haddana habeen laylatul qadri aad waafaqdo idan waxaa ka mid ihi waxyaalaha looga faa'iideysto waxaa ka mid waxyaalaha looga faa'iideysto silatul arxaam qofka inuu raxim ka xariiriyo ahal ka xariiriyo waxaa ka mid waxyaalaha looga faa'iideysto labadii waalida ku dhalay inaad raalli geliso habeenkaasi ma taqaanaaye aad ka farxiso oo iyagoo raalli ka ahi habeenka aad daacaysato oo birulwaalideyni lagu qoro habeenkaas khayrkiisa iyo fadligiisa war abwaabta khayrka looga faa'iideysana laylatul qadri waa badan tahay axibatii fillah inuu ka faa'iideysano albaabadaasoo dhan aan ka galno inta ku suurtagalka ee ka gal ha isku soo cariirinin laylatul qadriga masjidka keliya oo la aado laguma raadiyo waxaa lagu raadiyaa acmal camal walba oo khayr ah oo fadli badan oo aad samayn karto tobankani dambe samee kafaalatu laytaam idcaamu lmasaakiin alcumra wixii kuu suurtagalo ee cibaada ay samayn kartaa habeenka uga faa'iideyso si guudba tobankan uga faa'iideyso ilahi subxaana watacala kuwii uu fajiyay inaga dhigo axibati fillah walaalayaal gabagabada iyo dardaarankaygu wuxuu yahay adduunkani wax iska gaaban waqti kooban oo gaaban weeye cumrigaagana waa mid gaaban ummatu muxamed cumrigeeda dhan waa gaaban yahay waa yaryahay laakiin ilaahay beddelkaa wuxuu inoogu buuxiyey habeen khayru min alfi shahra iyo mawaasim kale oo laga faa'iideysto daaca badan oo cibaada ilahi subxaana watacala laba laabay cumrigeenna barakadiisa iyo khayrkiisa iyo wanaaggiisa wuxuu ku jiraa inaan cibaadada uga faa'iideysano bilaawgii soonka markuu bilanayey malaggii ilaahay soo diray dhawaaquu dhawaaqay baan ku celinayaa qof walbo dhagala dhawaaqaas inuu maqlaa muhim ah haddii kaleen khasaare iyo hoog ayuu cagta saaray yaa baaqiya alkhayri aqbil wayaa baaqiya sharri aqsir war midka khayrka doonayow bishii ramadaan ayaa soo gashaye waafaq baa la yidhi ilal aan dhawaaqi uu taagan yahay war qofkii khayr doonayow tobankii dambe ayaa bisha ka haraya qaabil war tobankii dambe ayaa bisha ka haraya qaabil wayaa baaqiya shar war kan sharta gacanta kula jirayayow war kan sharta samaynayow war kan sharta doonayow war aqsir bishii ramadaan tobankii ugu khayr badneed baa ka dhiman axibatii fillah cumrigeennu aynu uga faa'iideysano daacada ilaahay subxaanahu watacaala waxa ugu weyn oo waxyaalaha laylatul qadriga aan uga faa'iideysanayna cumrigeenno dhanba waxaa ka mid ihi waman axsanu qawlan miman dacaa ila allahi wacamila saalixa ilaahi subxaanahu watacaala fiiri rabbiga raxmaanka ah ee cadiimka ah ee jabbaarka ah ee qawiga ah ee matiinka ah ee samiica ah ee basiirka ah wuxuu leeyahay waman axsanu qawlan war yaa ka wanaag badan hadal iyo orah la yidhaahda yaa ka wanaag badan miman dacaa ila allah qof ilaahay dadka ugu yeedhay qof ilaahay daacadii dadka ugu yeedhay qof ilaahay diintii dadka ugu yeedhay wa camila saalixan isagana camal wanaagsan sameeyo waxa uu sheegayo fartoomay ata'muruuna annaasa bilbiri watansawna anfusakum lama rabo laakiin qofka shayga uu fahmo shareecada islaamka oo uu barako iyo khayr ka dareemo inuu walaalihiisa kale ku waaniyo xadiisku ilaahay ku fahansiiyo inaad walaalahaaga gaarsiiso badbaadadeena saasay ku jirtaa ilaahi subxaanahu watacaala tawfiiqiina waafajiyo laylatul qadrigana kuwa uga faa'iideysta acmaasha iyo daacaadka iyo cibaadaadka faraha badan ilaahi subxaanahu watacaala hainaga dhigo ilaa inuu ka gaarayna xalqadani xalqada xigto sidaa ayaan idinka tegayaa هذا وبالله توفيق
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.